ورغم هذه التطورات السياسية فإن المشهد العسكري في غزة تحديدا في رفح قد تصاعد في الأونة الأخيرة. نتحدث عن غارات كثيفة على محيط معبر رفح، ولمزيد من التفاصيل معنا موفد مراسل العربية أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك، تفاصيل أوفى، كيف يبدو المشهد الآن في غزة؟ نعم، يبدو خلال الساعة الأخيرة هناك تقدم للدبابات الإسرائيلية من المنطقة الشرقية لمدينة رفح. سبق ذلك استهداف كل المنطقة الشرقية بالمدفعية الإسرائيلية وقصف بأحزمة نارية وسط المنطقة التي هدر الجيش سكانها بالخروج إلى منطقة مواصي خان يونس بأحزمة نارية عنيفة. ألسنة الدخان شاهدناها من قلب مدينة رفح، والجيش الإسرائيلي قال بعدها في بيان أنه ينفذ عملية دقيقة باتجاه بعض الأماكن في المنطقة الشرقية. ولكن تحديدا تفاجأنا قبل قليل بأن هناك توغل بري باتجاه منطقة غريبة، منطقة معبر رفح، وهذه المنطقة هي منطقة حدودية، منطقة محاذية للحدود مع مصر. حتى هذه اللحظة الأنباء تتحدث على أن الدبابات تتوغل وتقترب من المنطقة القريبة من منطقة معبر رفح البري، بالإضافة إلى سماع إطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية التي تحوم في سماء المنطقة الشرقية لمدينة رفح، تطلق النار باتجاه منازل المدنيين. في منطقة البراهمة هناك استهداف لمنزل كان قبل قليل، وسيارات الإسعاف نقلت عدد من الإصابات من هذا المنزل المستهدف في منطقة البراهمة ونقلوا إلى المستشفى الكويتي حيث نتواجد الآن. حتى هذه اللحظة سيارات الإسعاف تنقل إصابات من المنزل المستهدف. ولكن الأقوى، الحدث الأبرز اليوم هو أن الجيش بدأ بتهديدات ورقية لسكان المنطقة الشرقية، ثم تبعها بعد عدة ساعات بالتهديد بالنار من خلال إطلاق الصواريخ والقذائف على كل منازل بشكل عشوائي، وبالتالي كان هناك نقل لإصابات في ساعة متأخرة من الليل. حتى وإن كان هناك كان إعلام من حركة حماس بقبولها وقف إطلاق النار وتهدئة بناء على ورقة مصرية قطرية، مع ذلك كانت بعد هذا الإعلام بدقائق قليلة كان هناك استهداف بالمدفعية للمنطقة الشرقية ونقل إصابات أيضا للمستشفى الكويتي. الأمور حتى هذه اللحظة متوترة جدا، خاصة في محيط معبر رفح البري وفي المنطقة الشرقية لمدينة رفح في ظل قصف عنيف بالمدفعية. طيب أسامة، تحرك للدبابات حتى الآن العواجل من مسؤول أمريكي تقول أن الضربات الإسرائيلية على رفح لا تمثل عملية عسكرية كبرى على ما يبدو. بالنسبة للمعطيات على الأرض، هل توحي بإمكانية اجتياح بري مع انتشار الدبابات الإسرائيلية خصوصا في محيط رفح؟ ما نشاهده من خطة ممنهجة متبعة في كل الأماكن التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي، وهو إلقاء منشورات ورقية على السكان ومن ثم يتبعها بقصف مدفعي ثم بعد ذلك يكون أحزمة نارية. هذا يدل على أن الجيش ينوي بالفعل على التوغل بريا في منطقة شرق مدينة رفح، وتحديدا في المنطقة الشرقية لشارع صلاح الدين الرئيسي والذي يوصل بين شمال القطاع وجنوبه. حتى أن الجيش في بيانه صباح هذا اليوم قال أن منطقة معبر رفح ومحيط منطقة المعبر هي تعتبر ضمن المنطقة التي سيكون فيها قتال وتكون منطقة خطيرة، وطالب أيضا بإخلاء مستشفى يوسف النجار باعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة خطيرة أيضا. ولكن وزارة الصحة قالت أنها لن تتعامل مع هذا التهديد وهذا الإخلاء، وأن المستشفى سيبقى يفتح أبوابه على رأس عمله كل الطواقم الطبية في المكان، وسيقدم كل الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى المصابين تحديدا في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. دائرة الإخلاء تتوسع، ولكن حركة النزوح أيضا الآن بدأت بشكل كامل من كل المنطقة الشرقية باتجاه منطقة غرب مدينة رفح بسبب الكثافة النارية واستخدام القذائف المدفعية عشوائيا باتجاه سكان هذه المنطقة. طب الحديث عن حركة النزوح، أسامة، شاهدنا كيف كان هناك حرف احتفال بين أهالي القطاع بعد إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري. اليوم كيف يبدو وضع الأهالي في ظل هذا النزوح وفي ظل هذه العملية الإسرائيلية؟ وأنا أتحدث معك الآن، هناك استهداف إسرائيلي في وسط مدينة رفح، يبدو استهداف منزل في وسط المدينة، هذا ما نسمع دويه حتى هذه اللحظة بالقرب من المستشفى الكويتي. أما بخصوص حركة النزوح، الجيش وجه وهدد السكان بالنزوح إلى منطقة مواصي خان يونس. عدد كبير من السكان نزح مشيا على الأقدام باتجاه منطقة غرب رفح، عدد آخر من السكان توجه إلى منطقة مواصي خان يونس مشيا على الأقدام لأكثر من 10 كيلومترات.
عدد كبير من سكان شمال قطاع غزة عندما نزحوا باتجاه منطقة الجنوب بناء على تهديدات إسرائيلية نزحوا إلى منطقة رفح تحديدا في المنطقة الشرقية نظرا لوجود مدارس إيواء تتبع للنروة، وهناك لم يتجه أحد بشكل كبير باتجاه هذه المنطقة، ولذلك نزحوا إلى هذه المنطقة. ولكن الآن نتحدث على أكثر من 150 ألف مواطن موجود في المنطقة الشرقية، بالتالي جميعهم نزحوا عبر الكرات، السيارات الخاصة، الشاحنات التجارية، حملوا أمتعتهم، كل ما يلزمهم في النزوح، وغادروا باتجاه منطقة رفح جنوب قطاع غزة بدون أي خطة، لا لطوارئ ولا خطة رسمية ولا منظمات أممية تعمل على استقبال النازحين أو توفر لهم الخيام أو طرود غذائية أو تعمل على التخفيف عنهم. كل شخص يحمي على عاتقه الشخصي نقل أسرته وعائلته وأمتعته الشخصية على الكرات أو السيارات، ويحاول البحث عن قطعة أرض فارغة وأماكن تجمع المواطنين وخيام النازحين، ويبدأ بنصب خيمته في هذه الأماكن ويستقر إلى حين عودته إلى منزله. وفي هذه الأثناء هيئة المعابر في غزة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح. شكرا جزيلا حتى اللحظة من رفح مراسل عربية أسامة الكحلوت.